بنسميها البروس ايمج اوت او بنسميها الاي اي كيو لان هو سيمنز بيعتمد ان هو بيدي براوز او سيمنز كيو الاوت بنسمي الاوت كيو. فلو سيادتك بتتعامل مع بيت يعني عايز تشغل موتور عايز تشغل مروحه عايز تشغل مضخه وتبقى فطالما سيادتك هتقرر واحد او صفر اون اوف فبالتالي دي هتبقى جايه من بيت والبيت انت بنظنها في التعامل كيو نمبر of byte dot number of bit. يعني لو قلت له كيو 0 0 فدي معناها اوردر روح للقيمه اللي موجوده اللي اسمها كيو 0 0 وشوف قيمتها كام وخرجها بره. اصل دي الميموري اللي هتخرج بره. هتحط هنا واحد دي متوصله بخارج من بي ال سي هيخرج واحد. هتحط في الميموري دي صفر دي متوصله بكارت في البي ال سي هيروح يتكرر صفر دي بقى واحد لو رحت شغلت بقى شغل بيها موتور مروحه او ديفر يبقى انت كده بدات تشغل كورن. لو بايت طب بنظنها بي بي كيو بي نمبر اوف بايت دوت نمبر اوف بيت. يعني لو سيادتك عايز تتعامل مع دولة بايت نعم الثانية البايت نمبر بايت دي لما سيادتك عايز تتعامل مع بايت عايز تحط قيمة معينة في البايت على اعتبار ان البايت ده متوصل بكارت الخارج القيمة اللي انت هتحطها هنا هتخرج على بره. فبرضه صداع لو سي هيتعامل مع البايت رقم واحد فبقول له بي كيو بي البايت رقم. والله لو كانت وورد ولا تتفرج الاول ازاي؟ والله ساعات ممكن انا عايز اتفرج الاول جبت جبت يبقى انت كده هتخرج كون اوف. انا عايز اخرج الاوت انا لو انا اخرج الاوت انا ما تخرجش بيت بيت ممكن تخرج بايت او ورد او اوفر وورد. فلو هي وورد بتبقى بي كيو دبليو والنمبر اوف بايت فانا ممكن اقول له بي كيو دبليو 6 يعني روح تعامل مع الوورد اللي بادئه من الادرس رقم 6 في الميموري بتاعت الاول. ولو هي دبل وورد تبقى بي كيو دي وتحط هنا النمبر بايت زي على سبيل المثال بي كيو دي مثلا 20. لا علاقه لميموري الانبوت بميموري الاوت هما الاثنين موجودين في البي ال سي حسب البي ال سي الموجود عندنا هما 64 كيلو. السايز بتاع الميموري بتاعت الانبوت 64 كيلو والسايز بتاعت الاوت 64 كيلو. مفيش اي كونفليكت ان انا اقول له ان الانبوت هياخد العنوان 01 وارجع اقول له ان الاوتبوت هياخد عنوان 01 لان دي في ميموري ودي في ميموري هما الاثنين ما لهمش علاقه ببعض. متفقين يا جماعه على ذلك؟ اي قيمه سيادتك بقى عايز تخرجها هتكتب في البي ال سي روح حط في الذاكره في الميموري الفلانيه الداتا والميموري دي هي اللي هتخرج على البي ال سي حسب بقى الكارت ده كارت ديجيتال ولا كارت عندنا كارت ديجيتال اوت 16 وكارت انالوج اوت 2 شانل ب 12 يبقى سيادتك لما تيجي تحط كارت الديجيتال اوت 16 هو هيطلب منك 2 بايت لان هم 16 بت يبقى هيشغل مساحه 2 بايت في الذاكره. لما تيجي تحط الكارت اللي هو 2 في 12 فده هيشغل المساحه قد ايه يا جماعه؟ هياخد 4 بايت نتيجه ان هما الشانل 12 بت فال 12 بت دي يعني 2 بايت. عشان تفهم يعني ايه 12 يعني في 12 بت سيادتك هتحطهم هنا وحاجه صفار الكارت اللي موجود هنا اللي هو كارت الديجيتال تو انالوج كونفرتر او اللي احنا بنسميه انالوج اوت هياخد ال 12 بت اللي سيادتك حاططهم دولت وعن طريق شويه اوبريشنال امبليفاير ومقاومة
اشاره واحده انالوج هتخرج من الكمبيوتر سي عشان تؤدي وظيفتها. معايا يا جماعه؟ دي معناها 2 في 12 يعني 12 بت اللي انت هتحطهم هنا هتاخدهم حسب الاوبريشن اللي بتشتغل. اتفضل. CPU لا بتحطش اي حاجه وده دور الموديولز اللي موجوده هي الانبوت والاوتبوت. السي بي يو مجرد بروسيس بتنفذ البرنامج بناء على الاوبريتنج سيستم. حد عنده اي سؤال يا جماعه؟ الميموري الثالثه هو في ميموري اختلاف الانبوت والاوتبوت؟ اه في ميموري ثالثه اسمها الانترنال ميموري. ما بيسيبش انك تسمي المسميات زي ما انت عايز، هو بيسمي المتغيرات الداخليه اللي هي لا هي انبوت ولا اوتبوت انترنال بيسميها ميموري. وبرمز لها بالرمز انبوت. ودي ليها ذاكره ثانيه منفصله. موجود. يبقى انا عندي في ميموري في الانبوت بتخزن فيها الانبوت اللي جاي من بره، وفي ميموري اوتبوت بحط فيها الداتا اللي هتخرج، وفي ميموري داخليه ليس لها علاقه بالانبوت والاوتبوت، دي عباره عن مخازن داخليه انا بحجزها بناء على حاله البرنامج. طالما سيادتك هتحجز مخازن في الذاكره فهو بالمصداق بالرمز ام حسب المساحه. انت عايز تاخد في الذاكره مخزن اكتر، المخزن ده هيبقى بت ولا بايت ولا وورد ولا نوع ايه؟ فوالله لو كان بت بتكتب ام بالمثل نمبر اوف بايت دوت نمبر اوف بت. يعني لو قلت له ام 00 فدي معناها ان انا بستحدث مخزن داخلي في الميموري الداخليه عند البايت رقم 0 البت رقم 0. والله بقى انت ممكن تكون عايز تعمل عمليه حسابيه او عايز تخزن قيمه ام معين عشان تغير، فانت بتاخد منه مخازن في بيت موجوده، فدي عباره عن مخازن مؤقته. دي ميموري دي اكيد هتستخدمها في البرنامج لما تيجي تحت الساعه. والله لو كانت بايت بتكتب ميموري بايت والنمبر اوف بايت، زي ان انا اقول له ميموري ام 7. ام 7 دي معناها ان سوري ام بي 7 دي معناها البايت رقم 7 او العنوان 7 في الميموري الداخلي، او انك انت تتعامل مع وورد فاسمها ام وورد وبتحط هنا النمبر اوف بايت زي ميموري وورد 9. دي معناها ان هو بيحط في الوورد او يعني في نفس الوورد من اول العنوان رقم 9، واخر واحده لو ضاف الوورد تبقى ام دي النمبر طيب على سبيل المثال ام دي 19. انت دلوقتي عندك ثلاثه ميموري منفصلين، الام انبوت بتتخزن في واحده والاوتبوت بتتخزن في ميموري، وعندك ميموري داخليه دي بتقدم على مجموعه المتغيرات ودي عباره عن 64. هتستخدم دي في تعمل عمليه حسابيه، تاخد قيمه من الانبوت وعايز تضربها وعايز تخزن عشان بتعمل عليها بروسيسنج، بالتاكيد هتحجز مخزن في الذاكره. تعمل عمليات منطقيه او تكبر العمليه مثلا هتعمل تايمر وتعمل الكلام ده كله، فانت هتستخدم الذاكره اللي موجوده. وطالما انت هتستحدث مخازن او هتحتاج مخازن فده بناء على انواع المتغيرات. هل المتغيرات دي عباره عن بت ولا بايت او متغير ريال بت او ريال
ولا انتجر ولا دبل انتجر ولا حسب النوع بتاعه. فانت هتحتاج انك تبدا تحجز المطيرات اللي موجوده هنا. وبالتالي في نفس الطياره هنتكلم على انواع المتغيرات اللي انت بتحتاج تحجزها في السفيره، وكل واحد فيهم بيشغل مساحه قد ايه في الحجز، لانك انت ما ينفعش انك انت تروح تغسل قيمه انتجر في باي، لان الانتجر هتغسل في باشمهندس. حد عنده سؤال حتى الان؟ بيعد حاجات مش منتظمه يعني. بالظبط كده. هو ما فيش في علم الديجيتال حاجه اسمها تايمر. هم الناس اللي اخترعت الديجيتال ما اخترعتش تايمر. انت نفسك لما خدت كورسات الديجيتال ما خدتش تايمر. هو الاصل في اي حاجه في الدنيا هو الكاونتر. ولكن الكلام هو الكاونتر كده كده هيعد بلصات، ولكن سيادتك لو اديت الكاونتر بلصات متزامنه، يعني لو انا اديت له بلص كل ثانيه يبقى لو عدى خمس بلصات يبقى عدى كام؟ خمس ثواني. كده بقى تايمر، كده بقى تايمر. بينما لو انت بتدي له البلصات عشوائي، اديت له بلص لما المنتج جو كمان 3 4 دقائق، اديت له بلص وكمان دقيقتين اديت له بلص، يبقى كده شغال في كاونتر. عشان كده لما تيجي تبص في علم تشتغل ما تلاقيش تايمر. هو هيقول لك ايه؟ كاونتر تايمر. يعني هو كاونتر بس ممكن تشغله تايمر لو انت اديت له البلصات كلها، اديت له البلصات بصوره. طيب لما تيجي تكتب التايمر في لغات برمجه البي بي سي، ما ينفعش لو انا عايز اكتب خمس ثواني اكتبها خمسه. اصل خمسه دي هيحصل عنده كونفليكت، هي الخمسه دي تايمر ولا الخمسه دي انتجر؟ هي رقم صحيح ولا زمان؟ عشان كده هم دايما بيدوا فورمة ثابته لكتابه الزمن. بيدوا فورمة ثابته لكتابه الزمن فكده S5 T هاش الزمن فالتمييز.
اي بي ال سي بيكتب تي هاش زمن فتنوز ده في المنطقة ثالث الزمن في البي ال سي سيمنز بس بتزيد اس 5 اس 5 لان كان في موديل قديم اول ما اخترعه السوفت وير كان اسمه سايماتيك ستيب 5 فهما اس 5 فهما يعني ايه دايما بيثبتوا اس 5 وبكتب الزمن بتاعك فده في المنطقة ثالث الزمن في البي ال سي يعني سيفك لو عايز تكتب زمن مقدار ثانية بتكتب S5 T هاش 1 second أنا كده بكتب في البرمجة اكتب زمن مقداره ثانية لو ثلاث ساعات أو minutes بتكتب S5 T هاش 3 M لو 10 ساعات بتكتب S5 T هاش 3 H لو 20 ملي سكند بتكتب S5 T هاش 20 M S 10 ساعات بتكتب T هاش ده شو بيسال عشر ساعات هتبدا بس 15 10 ده في الوقت ده الزمن لا يجوز ان الزمن يبقى كسر طالما هو ده رسالتك التعددات الزمنيه دي فلا يجوز ان الزمن يبقى كسر يعني لو انت عايز تكتب زمن مقدار 1 مينيت و30 سكند فتكتب اس اي زمن حل الاثنين تحولهم كلهم لاصغر وحده بس طبعا ده اشمن صوره قوي يعني الزمن لو كان بالملي سكند دقائق او ثواني هتبقى قيمه كبيره يعني بس ده احد البلوك ان انا لو عندي دقيقه او 30 ثانيه ده بيغير بس طيب دي هاش نعم ده هو نفس الزمن هو بيعمل شيك ومايكرو سكند عشان كده اصغر ده معاك بالملي هكتب اس 5 تي هاش 90 اس 90 ثانيه يبقى الزمن او ان انا اكتبهم بالترتيب هكتب اس 5 تي هاش 1 مينت اندر سكور 30 سكند 1 مينت 30 سكند بتكتبها كده هو هيحسبها في مشكله صوتنا فلو عندي تعددات زمنيه المهم ان الزمن ده ما ينفعش يبقى يبقى كده يا باشمهندس دي مهم ويبقى لا دي ما بتلتزمش في الميموري العادية بقى بتلتزم في الميموري الخاصة بالتايمر لما تيجي تستخدمها لما نيجي بقى نحط التايمر في الكلام بس مع باشمهندس هو التايمر بياخد الميموري هو باشمهندس لسه بيقول دلوقتي هو عشان التايمرات بتبقى اوريدي محجوزة بالت ان في السي بي يو هي كل محتاج انك انت تجيبه الميموري كل بي ان سي بيبقى له عدد معين من التايمرات ما ينفعش يستخدم اكتر من كده. طب السي كود عادة بقى لما يستخدم الميموري فهمت يا جماعه الموضوع مش ازاي؟ يبقى دي تصنيف الميموري الانبوت هيخزن ازاي؟ او تاخده ازاي؟ لو حبيت احسب الميموري الداخليه الوضع هيبقى عامل ازاي؟ ودي انواع المتغيرات اللي انا هحجزها في الميموري عشان ابدا اتعامل معاها. ان شاء الله من السيشن المحاضره الجايه الناس هتبقى متعرفه.